أكثر من 2000 أستاذ يغادروا الجامعة التونسية، والرقم هذا مرشح للارتفاع. في المقابل نلقاو تونس زادة خسرت أكثر من 30 إطار سامي في الدولة على امتداد العشرية السوداء. خلينا نقول شنو رأيك؟ هو الوضع كارثي بامتياز، معناتها ونقولوا السياسيين نجحوا في زراعة الأحباط عند الشعب، نجحوا انهم زرعوا الاحباط وفقدان الامل عند الشباب، معناتها عند الشعب، معناتها ما عادش عنده طموحات، ما عادش عنده احلام، قتلوا الحلم عنده، معناتها اصبح الحلم يراه كان ما وراء البحار، معناتها يمشي يحرق باش ينجم يكون دار، يعمل كرهبة، يعمل كذا، خاطر هو من الشباب بصفه عامه حلمه باش يعمل قبر الحياه، سياره، يتزوج باش يعيش، باش يعيش بالالف دينار باش تخلصوا له وانت في تونس، ولا 1200 دينار اللي ما تعمل شيء، اذا انت تخلصوا 1200 دينار وبتبيع له بورتمان ب 300000 دينار ولا ب 400000 دينار وقتاش يخلصها بعد ما يموت؟ يوم يعني حياته يزمو قبل ما يولد امه وابوه يبدو يخموا له. اكيد من نجم كانت اسف للوضع، وانا بيدي معناها اطار في التعليم وواقع التعليم في تونس وبصفه عامه معناها الافق معناها نتاع النخبه هو معناها عموما وضع مزري، لانه ما فماش غونتابيليتي معناها كيفاش نقولوا المهن هذيا الاجور نتاعها اصبحت اقل من المتوسطه نجمو نقولوا. دوكو معناها كان قبل الاستاذ يعتبر ولا المختص في العلوم ولا اللي هو يعتبر من النخبه من الطبقه الغنيه الثريه، افيك لو طون ولينا معناها بريسك من طبقه متوسطه ولا اقل، معناها السبب اساسا مادي. انت اذا كان باش تجي لدكتور تعطيه 1800 دينار يخدم في بلاد ولا زوز ملايين ولا كذا، يمشي لاوروبا يبدا ياخذ 30 مليون و40 مليون، يبدا ما عندوش سياره باهيه، ما عندوش دار باهيه، ما عندوش كذا، هو دكتور ما تجيش انت، معناتها ترى انه مبدعين، ترى انه فنانين، ترى انه معناتها جامعيين غادروا البلاد، حتى الشباب معناتها الشباب اللي معمل بطال وكذا غادر البلاد عنده الحق، لانه معناتها البلاد هذه ما عادش ما يعني ما عادش فيها ما يحترموش الانسان، ما يعطوش حقه، دونك معناتها عادي جدا انك باش ترى الادم غتهاجر، باش ترى معناتها الشعب العادي هاجر، وهذا معناتها نتيجه لانه السياسيين ترى خاصه في العشر سنوات هذه او ال 11 سنه ذوما معناتها كثرة سياسيات عقيمه، ما ثمش مناهج، ما ثمش مشاريع، ما ثمش شيء. عندهم الحق يلقاو 10 فوا دو سالير، سي نورمال باش يلقاو حق ويعملوا ان بروجرام باش يدوم في السالير، سي نورمال، واحد يكون ياخذ زملين يمشي ياخذ 20 مليون في فرنسا ونورو، سي نورمال باش ينقد راها عادية، يشوفوا يعملوا ان بروجرام يزيدوهم في السالير نتاعهم. هي الفلوس، يلقى غادي راحته ويلقى الفلوس وهما يحطوه في عينهم، هنية يخدم ما يلقاش فما طب ما عنده مش كرهب. فهمت، غادي يلقى الكهرباء يلقى تولي واحد، هذاك هي سبب المغادره، راهو مش طب بركه، كل انسان عنده مهندس حاجه، كلهم يشوف. انا نقابلهم ديريكت ونحكي معهم، يبدا في تونس ما يوصلش حتى في خارج الكري، شو الطبيب يعطيه مليون و200، مليون و200 في وقت هذا تيسي جوست الخبز. من حق الناس باش تهاجر، الهجره حق راهو، معناتها هي شنية هي عرض وطلب، علاش ننظروا لها احنا اللي هي معناتها ننظروها من زاوية وطنية وما يلزموش يهاجر؟ الهجرة معناتها حق من حقوق الإنسان، من أول ما تهرق الإنسان هو يهاجر، وين يلقى هو مصلحته يمشي معناتها عادي، فهمت، وتبقى ارتباطاته الوطنية هذيك ما تنقصش. تقول لي لهنا مثلا الدولة نورمالمون تولي تعمل قوانين، مثلا كالطبيب اللي صرفت عليه وكلي كذا، الدولة اللي يمشي لها تولي تعمل تدفع كما يقولوا ما تدفع مصاريف التكلفة نتاع تكوينه، وكما يعملوا في الفرق الرياضية، طب في الفرق الرياضية مثلا انتقال جوار من ليكيب الأم نتاعو، فوالا من ليكيب الأم نتاعو كي يمشي ليكيب أخرى، تقعد كل مرة وين تبيعوا ليكيب الأخرى، يرجعوا ليكيب الأم اللي هي التكوين وين عمل التكوين نتاعو، وياخذوا نسبة من الانتقال هذاك، معناتها من أموال الانتقال هذاك، دونك لهنا تتلام الدولة في قوانينها تنجم تعمل حاجة كيف هكا. أما من حيث أنه الشخص تو أنت مثلا إنسان علاش يبحث هو العالم واللي احنا نسميهم الأدمغة وكذا، يبحث على مخبر، أنت ما فرطوش مخبر
والمخبر هذا موجود في ألمانيا. دونك نمشي أنا لألمانيا ونمارس معناتها حاجة عادية جدا، ما ناخذوش بحساسية. هما عندهم الحق الكفاءات التونسية كيف يغادروا تونس، لأنه ما ثماش عمل وما ثماش حرية هنا في تونس. اللي يقولوا حرية ما ثماش حرية، ثم الضغط، ثم الغلال على العيشة. حتى كان واحد يحب يهج ويخرج لبرا بصعوبة، فهمت؟ وهذوما الظروف هذوما ما يخليوش المواطن يعيش، وخاصة الكادر باش يعيش كما يقولوا متهني ويكون عائلة. وذاك شيء أسف. وهذوما الكلهم فهمت، تونس يتكلف التونسي كيف يقول باك بركة يتكلف 20,000 دينار على ال من الكاسة العامة التونسية. بالنسبة للشخص اللي يلوج على باش يعيش في رفاه، تونس ما تساعدش، فهمت؟ لكن اليوم تونس قاعدة تخسر في الكفاءات نتاعها، قاعدة تخسر في الأدمغة والإطارات نتاعها، في حين أنه اليوم عاش نحكيه على المواطن البسيط اللي خمم باش يخرج من تونس. اليوم كما قلت لك الكفاءات اللي تعتبر كانت من النخبة في تونس هي اللي ولت عندها الفكرة هذه. هذه قلت لك فما شكون حتى وصلوا حرقوا وهو كفاءة، وهو دكتور ولا دكتوران ولا معرفش هنا. معناها ما عادش حكر على الطبقة المتوسطة الحكاية، لأنه كما قلت لك فما ديغراداسيون دي كلاس صارت. معناها حتى الطبقة اللي كانت شوية هكا معناها إيزي وميسورة ما عادش. لابيت وليت معناها في ضغط كبير مادي، أساسا مادي راهو يكذب عليك. معناها ما يلقى روحه بالقدرات نتاعو بشهيد وينجم يتحصل على مخير وميل فوا مخير، فهمتني؟ يولي بالطبيعة يحسبها فلوس، فهمت؟ مع العلم انه فما انا نعرف شكون عكس جماعة هذوما معناه متمسك ديما بتونس، وإلا زار بلدان أخرى ولقى روحه في الغربة مهما يعطيه أهمال الدنيا ماهوش مرتاح ورجع. فما شكون نرجع معناه المهندسين كيف المهندسين عندهم فعملينها بروجرام كل نهار يسافروا أكثر من 5 مهندسين في النهار. سي نورمال يعني عنده صاحبه عايش في ألمانيا ولا في أمريكا، شوف السلام نتاعو قداش قداش هو شيء مخه يقف. سي نورمال باش ينقل باش يطلب الواحد. يعني ما نجموش نوقفوا الهجرة هذه نتاع الإدارة. كانت على الأخرين مينيموم التريبل نتاع السلام نتاع المهندسين ونتاع الناس هذا الجماعي. إي صحيح، هو خاصة في السنوات هذه. علاش؟ لأني حتى التصفيات السياسية أولا أنه الناس هذوما معناتها ما يعطوهمش قيمتهم في بلدان. ثانيا أنه حتى التصفيات السياسية توريت انطباع في العشر يعني في السنوات هذه ما بعد الثورة، أنه إذا كان تبدأ معناتها عندك كل شيء علميا وفكريا ومعناتها ومعترف بك وجايب شهادك حتى من برا، إذا كان تكون تابع طرف سياسي ما يعترف بك حد، إذا كان تابع طرف سياسي ماشي ويحكم ما يعترفش بك أو أحيانا ينسبوك إلى طرف سياسي. يعني كل شيء دخلوه في الصراعات السياسية بيناتهم، معناتها أنت تابع هذا فلان تابع هذا، لأنه للأسف هذه نتيجة الفشل السياسيين، نتيجة لعقولهم العقيمة. لأنه أنت إذا كان باش تحكم في شعب، إذا كان أنت تحكم في شعب رأي الناس كلك بعضها، الناس كل تحسبك بعضها، أنك تحترم معناتها الناس هذوما، الناس معناتها القامات العلمية الموجودين في بلادنا تحترمهم، لأن هم أساس تقدم يعني البلاد هذه وأساس خروجها من الوضع الاقتصادي اللي فيه ومن الوضع معناتها الأوضاع اللي تتمر بها البلاد هذه. لكن للأسف كما تعرف معناتها هو على مر عقود مش كم السنوات هذه، أنه ديما يعني الإنسان اللي نخبى ذوما والناس معناتها اللي عندهم قيمتهم وكذا ما يهتموش بهم. أما في العشر سنوات هذه معناتها كثرت أكثر وأصبح الصراع مش على البلاد ومش على أنه أشكون يخدم البلاد هذه. الصراعات أصبحت أكثر على الكرسي، أكثر على الإيديولوجيات، أكثر على الزعامات. مهما واحد يلقى مخير يمشي، يلقى مخير يمشي، معناه ولو كحكاية مسمار في حيط وكحكاية فارغة يلقى مخير يمشي، فهمت كيفاه؟ هذه حاجات عادية معناها يفكر فيها. فما الحلول، شو الحلول؟ أنت ما قريت وقدان عام ولا واحد، قل له ما تخرج من بلاد لما تخلصني في اللي قريتك فيهم بكل، خلص وقتها تشد وأنت ما عادش ينجم يخرج. يخلص البورس لبورس ياخذ فيهم فلوس اللي خسروا عليه البلاد، خسروا عليه البلاد فلوس، فهمت؟ فما واحد جاي في ألمانيا هوني خدم ربع ساعة قال لهم 12 مليون، قالوا له كيفاه 12 مليون؟ أنت خدمت ربع ساعة كيفاه 12 مليون؟ قال لهم
راهو هو مشوق. قال لهم الشركه اللي بعثته قالت له هذاك 20 سنه ونحن نقري فيه بفلوسنا نحن، سي نورمال باش يطلب هذاك. الحل يبدا من الجذور اللي هو اصعب خدمه انك تخدم من الباز من الاول، فهمتني؟ صحه التعليم والصحه هما الولاه، خاصه التعليم لازم برشا عمل على البرامج التعليميه باش على الاقل بعديك الافق نتاع لي زومبلوا معناها وكل شوي تبدا معناها مدروسه. نحن ماهوش مدروس معناها الامبلويابيليتي معناها ماهيش مدروسه الحقيقه، كل شيء على الهامش. تنجم انت تقرا 7 ولا 8 سنين تاخذ شهاده وتلقى روحك ما عندكش خدمه، معناها اللي تقراه الكل وهذيك يمشي في الماء بخاس. دونك العمل على انه يكون فما خطه من الاول، وزارة التعليم العالي تنسق مع وزارة التربية. أنا قلت لك راها ظاهرة طبيعية تنجم الدولة تتصرف فيها، كما المثال اللي جبته لكم تاع الفرق تاع الكرة، تنجم تعمل قوانين كيف هكا، أما منع وما تمشيش وكذا هذا ما هوش ممكن، لأنه العالم مفتوح على بعضه والخبرات هذه مطلوبة في كل مكان. دونك أنا راها ظاهرة طبيعية، طبيعية صحيح وهو حق كل إنسان، ولكن وقت اللي نحكيه على 2000 أستاذ في شهر واحد لهنا حاجة ماهيش طبيعية. أنا أستاذ وما خرجتش عني، أنا أستاذ وما هاجرتش، معناتها عادي اختيارات، الحياة اختيارات.